الحقنا يا سي خميس. في ايه؟ مالها رمانة؟ معرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباري، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يا عين امها. جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش منهم لله، لا يوعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. اما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد. حابس حابس. هيكون مين يعني؟ اه حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضربة بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، حبة خرابيش على الجلد. البلد فكت. ما كلمتنيش ليه؟ اصل اخدوا مني الموبايل وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ اه بالراحه بالراحه. مفيش يا اخويا، شاورت العربيه نص نقل، صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ملاك الرحمه بيصبح على نجمه مصر والسودان ووسط البلد وبيقول لك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشه؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عامله ايه دلوقتي؟ هاو دو يو دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليله 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءه شويه وترجع صاحبه العزه والكرامه. بس انا مش راجعه الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده انا اقفل الكباريه واكتب يافطه بالبنط العريض مغلق للصيانه لعدم وجود رمانه نجمه المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمه من غير طلتك علينا؟ والطله اللي انت لقطع صورتها على الباب اتشالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده، وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كام يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك، وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سي يو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، الفين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه يا خميس؟ نوت اربعه على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. وانا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عارف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. أنا ما يعجبنيش الشغل ده. أنتوا ليه مش مقدرين المهمة القومية اللي إحنا عايشين علشانها؟ فالحين بس آخر الأسبوع كل واحد يمد إيده عايز يقفش الألمونيا. راحوا ضميركوا شوية. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاة الضمير صفحة فندينا. كلمة يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك عارفينك مكانك. دي مش طريقة تفاهم، هموت في إيدك. ولا مين ياض العيال اللي قطر رمانه امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول براء نوح رجالته.